فعليا احنا كنا نحكي في هذا الموضوع انه احنا في عنا في انواع البرامج انا عندي او يعني تسلسل البرنامج انه انا في عندي ثلاث انواع من التعليمات. في عندي تعليمات متسلسله، تعليمات شرطيه، تعليمات متكرره. نعم، قلت المتسلسلة حكينا انه الترتيب بيكون فيها مهم، يعني زي على سبيل المثال انه طباعة الاكس بنفعش انه تيجي قبل، لازم اكون معرف الاكس قبل ما انه انا اطبعها، فالتسلسل او الترتيب مهم. الكونديشنال حكينا انه في عندي جمل شرطية متوقف تنفيذها حسب شرط معين. في الكود هذا وين الجمل الشرطية؟ هادي وهادي. وين في الفلو شارت؟ هيا هادي وهذا معين. الشرط نفسه خلي بالك مش الجملة الشرطية، الجملة الشرطية انه تنفيذها منوط بشرط معين. وين هالجملة هذه؟ هيا علمت لك اياها هنا، علمت انا الاف لا تمام، فبالتالي هذه الجملة الشرطية بتنفذ في حال يس، في حال نو بتنفذش. التكرارية تمام، حكينا انه انا في عندي تكرار لمجموعه من التعليمات تمام حسب شرط معين. زي ما شفنا انه احنا رقمنا هنا التعليمات، هي 1 2 3 4 5. تسلسل التنفيذ راح يصير 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 لغايه لما يصير بريك لهذا الشرط بهذا الشكل تمام. طيب احنا الان وصلنا عند النقطه هذه، يعني هيك احنا رجعنا بشكل سريع. نيجي عند النقطه هذه انه انا ورجيتك هذا الكود في بدايه الشرح صح، في بدايه المحاضرات، وقلت لي انه هذا الكود انا مش فاهم منه ولا حاجه، بس الان هيك انه بدت في بعض الاشياء انه هي تتضح. فلو احنا على سبيل المثال انه السيكوينشال رمزنا لها بالرمز اس، الريبيتد ار، الكونديشنال سي، وبنيجي نطلع على الكود هذا وين انا في عندي سيكوينشال، في وين في عندي كونديشنال، وين في عندي ريبيتد. طيب هاي تلاحظ هذول الثلاثه هذول كله سيكوينشال، هذا اس تمام. هجيت الفور ممكن تعتبرها زي الوايل، حناخدها تمام، بس ممكن تعتبرها انه زي الوايل، هي بتعمل لك تكرار. فبالتالي وين البلوك تبعها؟ هي هذا كله ار ريبيتد. ايش بتلاحظ جوا؟ كمان فور، يبقى لفه جواتها لفه كمان، متخيل كيف؟ كيف؟ كيف ايش اللي دخل بالجمل هاي؟ ماشي، ما انت عندك هذه الجملة بالنسبة لك واضح انه هي سيكونشال صح؟ صح، فيش فيها لا شرط ولا تكرار. كيف تميز بين؟ انا بحكي لك انه هيو اول ما لقيت الفور، الفور زي الوايل، واحنا كيف نعمل تكرار؟ ارجع هنا، كيف عملنا تكرار؟ باستخدام الوايل. انا بقول له طالما الان اكبر من صفر ضلك كرر لي في هدول الجملتين. فالفور هي عباره عن جمله تكراريه، حناخذها بعدين، احنا لسه ما اخذناهاش، حناخذها بعدين. بس انت بتقدر انه انت تقول انه ما دام انه هي زي الوايل يبقى هذا كله بلوك تابع لها في انتنديشن. هايو شايف هذا كله تابع لها، مش هيك بس، في كمان جواتها فور تانية، يبقى لوب تانية. هاي بالضبط، يبقى هذا ار وهذا برضو ار،
يبقى تكرار جوا تكرار. طب نزل تحت هدول التنين ايش وضعهم؟ اس هاي ريبيتد تكراريه. وين البلوك تبعها؟ هاي طلع عليه هذا كله زي هيك، فبالتالي هذا كله زي هيك ار. ايش في جوات الار؟ في عندي اف، ما دام اف يبقى هدول سي. اخر واحده اس. المعنى اللي بدي اوصل لك اياه، المفهوم اللي بدي اوصل لك اياه، انه انت بعد ما عرفت انت الجمل البرمجيه عندك تمام، صرت انه الكود هذا بالنسبه لك انه هذا الكود عباره عن جمل تسلسليه، هيك بدي اياك تقراه. لسه بعد شويه يعني بعد ما حناخذ كمان في البرمجه حنرجع له كمان، حتلاقي حالك فهمت اكثر كمان. بس قارن حالك بين الان وقبل الان، اه صرت فاهم انه انا عندي جمل تسلسليه، بعديها في عندي جمل تكراريه، بعديها عندي جمله تسلسليه، بعديها صار في تكرار جواته كونديشنال زي هيك. بس هاي المطلوب منك تمام، واضح يا شباب؟ طيب نيجي الان للملخص في هذا الباب. فعليا انت لازم تلم هذا الباب وتحطه في جيبتك عشان تستوعب احنا ايش اللي اخذناه. فعليا احنا ايش اخذنا؟ احنا اخذنا في هذا الباب انه شفنا كيف البايثون as a language، البايثون كلغة. لما احكي هنا كلغة برجع باكد مرة ثانية انه هي زي العربية والانجليزية والاسبانية واي لغة انت بدك اياها. ايش بميز هدول اللغات؟ انه في لهم قواعد. ونفس الاشي البايثون في لها سينتاكس قواعد. يبقى شفنا كيف البايثون انه كلغة لها قواعد لازم تكون عارفها عشان تكتب كود في هاي اللغة تمام؟ وحكينا انه اللي ببرمج بالبايثون ايش بنسميه؟ بايثونستا. وشفنا كذلك ايش طرق التشغيل البايثون كود، في عندي طريقتين، شيل سكريبت. شيل بيضفت لك سطر سطر، سكريبت دفعة واحدة. وشفنا كذلك انواع الستيتمنتس. ايش حكينا؟ اساينمنت جمل تعيين، تعيين قيمة في متغير، تعبير حسابي اللي هو الجمع والضرب والطرح والقسمة والطباعة برنت. بعدها شفنا أنواع السنتنسز، برضو أنواع الجمل. شفنا أنا عندي جمل تسلسلية، شرطية، تكرارية. فعليا هذا كل ملخص الباب تمام. نيجي الآن للباب الثاني. في حدا عنده سؤال في هذا الكلام؟ كل الأمور واضحة؟ يعني إنه هنا في هذا البرنامج بيطبع لي مرحبا 7 مرات. أنت بدك مثال ككود يعني ولا مش فاهم التكرارية؟ هنا بيطبع لك المرحبا 7 مرات. فأنت هنا بديت الأن بواحد، أنت بتقول له طالما الأن أقل من 7 اطبع مرحبا. هاجيت هذه الجملة لو شلناها إيش راح يصير؟ إلى ما لا نهاية. شو السبب؟ أن بتساوي 1، هل الواحد أقل من 7؟ اطبع مرحبا، ارجع تاني. هل الواحد أقل من 7؟ اطبع، 1 أقل من 7 اطبع. فلازم تضيف هنا زيادة للأن عشان يصير كسر للشرط بعد 7 تكرارات. تمام؟ لغاية ما انت توقفه؟ ما هو انه انت توقفه كيف بدك توقفه؟ طيب يعني كود مثلا
هذا هيو هيو بيشتغل هيك ما لا نهاية. تمام؟ شيل الجملة هاي. كيف أوقفه؟ هيو زي هيك. أو إذا أنت كنت عندك شغال على التيرمينال بتعمل كنترول سي، كنترول سي بوقفه. شباب أنا اللي سويته إنه الجملة هذه أنا عملت لها تعليق. يعني مش حتتنفذ، إنه أنا حطيت إشارة السلم قبليها. تمام؟ طبعا هذا أسلوب بدل ما أنت تمسحها وترجع تكتبها تاني. المبرمجين للأسف كسلانين يعني ما بحبش يمسح. فايش بسوي؟ بروح بعلقها بقول لك يمكن تلزم خليها. فبالتالي هنا ان بتساوي ان ماينس او زائد واحد. الجملة هذه بتكاش اياها بتعلقها. بدك تفك التعليق تبعها خلاص هيك بتصير شغال. الاختصار هذا انت عندك في الكيبورد انه بتعمل كنترول سلاش. نعم. وهذا الكلام انت ممكن تعمله لبلوك، يعني مثلا هذه الوايل كلها بدي اعلقها، هي علمتها زي هيك كنترول سلاش، حط قبالهم كلهم كل واحد كل سطر سلم. لا مش ثلاث نجم، ثلاثة كوتس مش ثلاث نجم. هجيت هذا بدك تفك التعليق تبعه كنترول سلاش كمان مرة بشيله. تمام؟ اللي انت بتحكيه حنحكي عنه كمان مرة، اللي انت بتحكيه حنحكي عنه كمان مرة. تمام؟ فهي ملخص الباب. نيجي الآن للباب الثاني. في حدا عنده سؤال كمان؟ كيف لو بدي انسخ جملة الرنك الطباعة؟ كيف لو بدك ايش؟ انسخ. ايش يعني تنسخها؟ انسخ جملة الطباعة، حط مثلا انا جملة الطباعة هذه انا مسوي ان زائد واحد. عارف كيف نعلمها، كيف نسخها؟ حلمها زي هيك كنترول سي كنترول في. ايش يا استاذ؟ مين اللي رفع ايده؟ اي كود؟ يعني لما كان زي هيك يعني؟ اي كود بالضبط اللي في وايل ولا في فور ولا لا مطلوب تفهم تقدر تحدد يكون عندك القدره على التحديد انهي جمل من هدول سيكوينشال ومين هم منهم كونديشنال ومين منهم ريبيتد بس لغايه الان. تسال استاذ المعمل علي اخذته معمل ولا لسه؟ الاسبوع هذا بكره بوضح لك ايش هو الواجب. تمام؟ في واجب في تواصل بينك وبين الاستاذ. نعم اكيد طبعا. انا اروح افهمك كيف انه تروح له يفهمك ايش يعني شغلات هنا في الماده كيف زائد الحل الواجب ولا في تواصل بينك وبين حلو لحالك هو الواجب يعني بنعطى عشان انت تحله لوحدك مش عشان المدرس يساعدك في حله يعني بس اذا في شغله مش واضحه في الواجب ممكن تسال استاذ المعمل اذا شيء مش واضح لكن كيف تحله لا يفترض انه انت تحاول هو يفترض انه المحاضره الجايه حيديك تمرين تمام ساعتها خلص بتقدر تعرف تحل الواجب بسيط مش شيء يا استاذ شعب المعمل عندك 6 شعب تمام ففي منكم ناس اخذت معمل وفي لسه هي مره في الاسبوع تمام بكون نزل الواجب بعد ما يعني اداكم المعمل الاسبوع هذا انت اخذت معمل طيب انا بحكي على الاسبوع هذا
يا استاذ المعمل انت عندك اللقاء في المعمل يعني مره في الاسبوع، تمام؟ فاحنا لسه يوم الاحد، لسه في بدايه الاسبوع، فبالتالي انه الواجب هيو لسه لازم جديد حيوضح لك اياه في المعمل. صحيح. في حدا كمان عنده سؤال؟ طيب نبدأ في الباب الثاني. في عندك مادة في الخطة إنه متعلقة بالألعاب، لكن في هذا المساق بتتعلم أساسيات البرمجة. طيب في الباب الثاني هنحكي عن الـ variables والـ expressions والـ statements. إيش هم هدول؟ متغيرات والجمل تعبيرات، تعابير حسابية، تعابير حسابية، وهي جمل هنبدأ فيهم واحدة واحدة. طيب عشان نقدر نميز بين المتغير والثابت، المتغير انا عندي فاريبل، الثابت هو عبارة عن ايش؟ كونستانت، هذا ثابت. أو أنت عندك هنا الأس بصيغة الجمع ثوابت، متغيرات وثوابت. عشان نعرف إيش يعني متغير لازم نعرف إيش هو الثابت، الكونستانت. طيب عشان نفهم هذا الكلام بدي أرجع هنا على الشيل، بكتب بايثون، هنا بحكي print 3، شو بتتوقع الناتج؟ طب برينت 12.5، 12.5 يبقى هذا بتحكي عنه عبارة عن ثابت. هل بتتوقع النتيجة تتغير لما انت تقول له برينت هنا؟ لا. بينما لما انت تجي تقول x بتساوي 3، هنا برينت x شو النتيجة؟ حسب قيمة الx. اما لو رجعت عدلت هنا فبالتالي هنا انا بعمل برنت اكس وهنا بعمل برنت اكس، لكن الناتج اختلف مره 3. ليش؟ لانه هذا متغير حسب قيمته. تمام. فبالتالي هنا انت بتقول له برنت 1 2 3، بيطلع عندك ناتج 123. برنت 123 بيطلع الناتج عندك 123، 98.6، 98.6. وهنا هلو وورد، انه انت تلاحظ الكوتيشن هاي، يبقى هذا عبارة عن ايش؟ string، ثابت هو بس ايش نوعه؟ string. يبقى هنا في الثابت هذا انه احنا اخذنا مرة التايب هذا int جاي اختصار من integer، يعني هنا عندك int جاي من integer، والفلوت فلوت يعني رقم عشري، فيش الا اختصار، تمام؟ وسترينج اختصار تبعها str،
نص. يبقى هذا عبارة عن نص وهذا رقم عشري وهذا عدد صحيح. تمام؟ يبقى انت عدد صحيح يعني اختصار لانتجر فلوت عدد عشري في شيء الاختصار str string اختصار لسترينج str نص. تمام؟ طيب حكيت انت عشان تميز هذا الاشي يعني انت كيف عرفت انه هذا عدد صحيح؟ هي 1 2 3 في 10؟ لا. وهذا كيف عرفت انه عدد عشري؟ في فاصلة. وهذا كيف عرفت انه نص؟ في كوتيشن. تمام؟ فبالتالي انت عندك هنا كوتيشن سنجل كوت تمام؟ او دبل كوتس. تمام؟ يبقى بنرجع هنا بنقول انه عدد صحيح، كيف عرفنا انه عدد صحيح؟ هي هذا 10. تمام؟ او 1 2 3. هنا رقم عشري، لو قلت 10 بوينت زيرو هذا صحيح ولا عشري؟ عشري في فاصلة، عشري في فاصلة. تمام؟ أو مثلا زي ما هو الرقم اللي حاطه 98.8 أو 6. والنص يا إما سنجل كوت أو دبل كوت، فبحط هيك الكوت هاي بفتحه زي هيك أو دبل كوتس تنين نفس الشيء، بنفع تستخدم هذا وبنفع تستخدم هذا. أنا بالنسبة لي شخصياً، أنت بالنسبة لك حر استخدم اللي أنت بدك إياه. أنا بالنسبة لي شخصياً بفضل السنجل كوت. السبب في ذلك انه الدبل كوتس بدي اضطر اعمل شيفت مع شو اسمه شويه كسل يعني بس. تمام؟ فبالتالي انه كل ما تشوف اي حاجه بسنجل كوت او دبل كوتس هذه عباره عن سترينج. ايوه انت عندك في الكيبورد جنب الانتر. تمام؟ هيو زر في الكيبورد انت بتلاقيها سنجل كوت، والدبل نفس الزر بس مع شيفت. تمام؟ يبقى الكونستانتس هذه ممكن تكون نيوميريك، وزي ما حكينا عباره عن نوعين اللي هو انتجر وفلوت، او ممكن تكون سترينج كونستانت اللي هي عباره عن نص. طيب كيف؟ هذه الكلمات محجوزة، ممنوع تستخدمها في أسماء المتغيرات. هنا رجع ذكرك فيها لأنه بعد شوية هاي السلايد اللي وراها حنروح على المتغيرة. بذكرك هنا بقول لك اوعك تختار اسم المتغير كلمة محجوزة. تمام؟ يعني بينفعش تقول تراي بتساوي 10 أو فور بتساوي 10، هذا الكلام غلط. هذه كلمات بتستخدمها البايثون انه يعني في البرمجه، زي مثلا الوايل انت بتقول له بدي اعمل تكرار، الاف يعني عشان تقول له انه هاي الجمله شرطيه عشان تعمل شرط. ما ينفعش تستخدمها اسماء متغيرات، ما ينفعش تقول اف بتساوي 1 تعتبرها متغير، لا، الاف هي عباره عن جمله شرطيه. تمام؟ فلغايه الان انت ايش صرت تعرف منهم؟ هي الاف والوايل والفور تعرفت عليها، لسه ما استخدمتهاش بس تعرفت عليها. تمام؟ لا مش الفروم، فور. بدي اضطر امسحه كله. يعني هذا اوكي. تمام؟ هاي الفور. بس هدول الثلاثة. لسه حيزيدوا. قدام لما احنا نتعلم أكثر حيزيدوا. لا هم هدول كل الكلمات المحجوزة. طيب احنا اتفقنا
انه الفاريبل من اسمه هو عباره عن متغير. ليش ايش يعني متغير؟ من قيمته بتتغير. بس هو فعليا ايش يعني؟ هو عباره عن مكان في الذاكره، اسم مكان موجود في الذاكره. تتذكر لما احنا حكينا انه احنا نتعامل مع سي بي يو ورام وانبوت واوتبوت، هيك فعليا انت صرت تتعامل مع الرام. فانت لما تقول له هنا اكس بتساوي 12.5 او 12.2، فعليا انت بتطلب تحجز مكان في الذاكره، تمام؟ اسم مكان في الذاكره هي القيمه الموجوده فيه. وهذا المكان عشان انت تكون عارف تقدر تتعامل معاه في له اسم اسمه اكس. نعم. ففعليا انت ببساطه انت يعني لغه سهله بتقول اكس بتساوي 12، بس هو فعليا بروح بحجز لك مكان في الذاكره، تمام، وبحط لك القيمه اللي انت حددتها. طب قلت واي بتساوي 14، بحجز مكان ثاني في الذاكره، تمام، وبحط فيه القيمه 14، تمام. واضح ايش يعني متغير؟ يبقى اتفقنا ان المتغير يبقى عباره عن اسم لمكان في الذاكره. الان لو ترتيب الجمل انا عندي زي هيك، وقلت له انه رجعت قلت له الاكس بتساوي 100، ايش بيسوي؟ بيحجز اسم جديد، مكان جديد في الذاكره، نفس المكان، بشطب القيمه وبحط القيمه الجديده. ليش؟ لانه هذا هيو مكان محجوز سابقا، تمام، فبالتالي بحط بشيل القيمه القديمه وبحط قيمه جديده. اما لو اكس كابيتال، هاي اكس كابيتال، فبالتالي هنا بدك تحط هاي اكس كابيتال وتحجز مكان جديد في الذاكره، تمام، وتحط فيه هنا 100، تمام. فبالتالي في فرق بين الكابيتال والسمول، تمام. طيب هل في داعي انه انا اعرف تايب للمتغيرات، اقول له انه هذا انتجر وهذا فلوت زي هيك؟ هو لوحده بعرف التايب. كيف بعرف؟ من الفاصلة. يبقى من القيمة نفسها، نعمم أكثر، من القيمة بالضبط. فبالتالي هنا لما أحكي أنا في عندي دالة في البايثون اسمها تايب، إيش بتسوي؟ بتجيب لي التايب تبع بالضبط متغير معين. فبالتالي هنا بدنا نعرف متغير اكس بتساوي 10. بدنا نعرف التايب تبع الاكس، فبنقول تايب اكس، هيو جاب لي اياه انتجر. كيف عرف؟ هيو مخزن فيه عدد صحيح. طب غيرت الاكس، قلت له 10.2، جبنا التايب فلوت، لاحظ انه نفس المتغير بس تغير التايب فلوت. طب لو قلت له هنا اي بي سي كوتيشن، يبقى هنا من الفاليو انت موجود عندك هنا عباره عن قيمه نص، تمام. فبالتالي لما تشوف التايب تبعها استيار، لو ما حطيتش كوتيشن بيعتبر انه اي بي سي هذه عباره عن اسم متغير ومش معرف مسبقا، بيقول لك نيم ايرور، تمام. كيف؟ زميلك بيسال بيقول انه لو شلت الدبل كوتيشن، هذه بدك تتخيلها انه انت مثلا بتقول الاكس بتساوي 10، تمام، وهنا بتيجي بتقول انه الواي بتساوي الاكس، هذه مسموحه. ليش؟ لانه بتقول له خذ لي قيمه الاكس اللي هي 10 حط لي اياها في الواي. بس لو قلت واي بتساوي زد، زد مش موجوده، حيقول لك نيم ايرور، زد از نوت ديفايند، مش معرفه الزد. وهنا نفس الشيء لما تقول الاكس بتساوي اي بي سي، بيعتبر الاي بي سي عباره عن اسم متغير، بقول لك انه الاي بي سي مش معرف.
لكن لما تحطها بكوتيشن خلاص هو بيعتبرها قيمة وبحط القيمة هذه في الاكس. تمام؟ طيب هذا الكلام لو بدك تنفذه على البي شارم، لاحظ انه انا على الشيل بنفذ لك سطر سطر. التايب تطبع لكش التايب لوحدها، لازم تحطها وين؟ في جملة طباعة. فهنا هيو عرفت x بتساوي 11 y بتساوي 23 و4 وz بتساوي هلو احمد. هنا حطيتها في جملة طباعة print للتايب للx، print للتايب للy، print للتايب للz. شو؟ هذا عبارة عن اسم متغير، يعني انه يعني كنت بشرح لطالب انه الاندرسكور مسموح انت عندك في اسم المتغير. فالان يعني ممكن انه فزي هيك هيو انتجر فلوت استيار بدك تطبعهم بسطر واحد. تمام؟ هذا الكلام ممكن اعلقه، بديش امسحه لانه ممكن ارجع له تاني. وهنا بحط في جملة واحدة print type x كوما البرنت بتاخد اكتر من 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 argument type y كوما type وعليهم في سطر واحد زي هيك. كيف؟ في الشيل بس. هنا في البي شارم لازم جملة برنت. تمام؟ يبقى اتفقنا انه التايب بعرفه لوحده. كيف بعرفه لوحده؟ من القيمة. تمام؟ طيب نيجي الآن لقواعد تسمية المتغير. انت لما بدك تيجي يعني تسمي المتغير ايش الشروط اللي انت لازم تراعيها؟ اول حاجة ما يكونش من الكلمات المحجوزة، هذا خلاص شرط حكيناه سابقا انه ما يكونش من الكلمات المحجوزة. تمام؟ ثاني حاجة انه لازم يبدأ بحرف او اندرسكور. تمام؟ ممكن يحتوي على أحرف أرقام وأندرسكورز. والقاعدة الثالثة إنه كيس سنسيتيف، معنى ذلك إنه في فرق بين الكابيتال والسمول. طيب نيجي لهذا سبام، هذا عبارة عن اسم متغير بنفع؟ ليش؟ لأنه هيو بيبدأ بحرف. طب إكس هيو هذا صح وهذا صح وهذا هيو القاعدة الثانية انه بيحتوي على احرف وارقام وبادي بحرف. تمام؟ فهذا صح، هذا بيبدا باندرسكور. اما هذا تبدا بارقام لا مش مسموح، هذا غلط. تبدا بسبيشال كاركتر. ايش السبيشال كاركتر؟ زي ايش مثلا؟ علامة التعجب، علامة استفهام، علامة الدولار. لا هذا في سبيشال كاركتر هيو في النص. فبالتالي هنا بقول لك لازم يحتوي على أحرف أو أرقام أو أندرسكورز أو توليفة منهم، عداهم لا. يعني هنا تحط لي علامة استفهام أو نقطة منفعش. تمام؟ فبالتالي يعني على سبيل المثال بدك تعرف هنا مثلا بدك تعرف متغير اسمه car speed.
فبالتالي كار، وعشان تكون انه انت بالنسبة لإلك مقروءة بدك تحط نقطة سبيد بتساوي 10. لا مش مسموح، هاي وحطت لك تحتيها خط. فبالتالي ممكن تستعيد بهاي الشغلة بالأندرسكور. أو خيار تاني سبيس، لا أو خيار تاني إنه أنت ممكن تعمله زي هيك. هذا الأسلوب بيسموه الكامل. عارف الكامل؟ جمل. كيف الجمل؟ فبالتالي هنا هايو أنت بتبدأ بسمول لتر، وبعديها في عندك هنا واحد كابيتال لتر اللي هو أول حرف في الكلمة الثانية. فبالتالي هيك بتصير مقروءة بالنسبة لإلك كار سبيد. أما لو أنت تركتها زي هيك كار سبيد راح تطول كتير وأنت بتقرأها. تقرأها ممكن بس راح تطول كتير، راح تاخد منك وقت. فبالتالي هنا القراءة إنه أنت تفهم الكود يعني بهمنا في الموضوع. فبالتالي يا إما أندرسكور يا ما بتحط هاي كابيتال، لأنه أنا ما كملتش الجملة بقبلها عادي. هذا أسلوب في تعريف المتغيرات، هذا أسلوب ثاني. كيف؟ مختلفات. تمام؟ الشائع في البايثون الأندرسكور، ممكن تلاقي في لغات برمجة ثانية أسلوب الجمل هو اللي شائع أكثر. تمام؟ هذا مش ريدابل، صعب قراءته، بدك تطول كتير وانت يعني بدك كمان نظارة وانت تطلع انه هذه كلمتين زي هيك. تمام؟ طيب الكابيتال والسمول هذول نفس الفاريابل؟ لا، كل واحد مختلف. وهذا نعم. تمام؟ فبالتالي هنا بحكي لك على الكيس سنسيتيف. انا ايش ممكن اسالك في الامتحان؟ زي هذا بالضبط، واجيب لك مجموعه متغيرات، انت اذا كنت فاهم الشروط تقول لي هذا متغير مقبول، وهذا مرفوض، هذا مقبول، هذا مقبول، هذا مرفوض. تمام؟ اللي بيحبوا يسالوا ايش نمط الاسئله. فانا اديتك هيو نمط اسئله في الاول، انه قلت لك تحول فلوت شارت لكود او كود لفلوت شارت. هينا في عندك نمط ثاني من الاسئله، بدي لك مجموعه من المتغيرات. تمام؟ وانت تشوف الاسماء تبعتها انه هل هي مقبوله او لا حسب الشروط. كيف؟ او ممكن انه بيختلفوا عن بعض او لا يعني. هذه لا، هذه اللي في النص لا. هذه مقبولة بس ببين لك انه مختلفات عن بعض. هذا متغير مختلف تماما عن هذا متغير، كل واحد مكان في الذاكرة. هاي معنى الكلام، لانه هاي القاعدة الثالثة بتقول لك انه case sensitive. فبالتالي الاحرف الكبيرة والصغيرة تفرق. ايش مالها كلمات السر؟ كيس سنسيتيف. نعم تمام يا شباب. كيس سنسيتيف، كيس يعني حالة الأحرف كابيتال أو سمول، سنسيتيف حساسة لحالة الأحرف اللي هي الكابيتال والسمول يعني. كيف؟ كابيتال والسمول في البحث على جوجل مش كتير بتفرق. ما هو في بعض الشغلات اللي بتفرق فيها الكابيتال والسمول، في بعض الشغلات الثانية ما بتفرقش. هنا تحديدا في البايثون في أسماء المتغيرات بقول لك خلي بالك الكابيتال والسمول بفرق.
شغلات تانية. يعني هذا الكلام بينطبق على شغلات تانية؟ لا. تمام؟ طيب ايش بتتوقع الايرور اللي ممكن يطلع معاك لو غير مكانك يا استاذ؟ اللي وراك. طب الضب طالع يعني؟ لو انا حطيت متغير مثلا واحد اكس، ايش تتوقع؟ سينتاكس ايرور، انت خالفت القواعد. بالضبط. لو قلت اكس دوت واحد برضو سينتاكس ايرور. لو حطيت لا، هذه مش، هذه اعتبرها ككومنت، هذه اعتبرها ككومنت. فبالتالي ممكن نحط at syntax error. كيف؟ مخالفة القواعد. نعم. حكيت، احنا مش حكينا انه الجملة بدك تكتب تعليق بتحط هاش. فبالتالي أنا رحت حكيت X سلم واحد، خلاص اللي إجا بعد السلم اعتبره. نعم، موجودة في الكتاب. بالضبط. هو بسأل إنه أنا ليش لما حكيت زي هيك، تمام، انه اعتبر كل اللي بعد هذا هيو عبارة عن كومنت، وايش جاب لي؟ زي كأنه عملت هيك، جاب لي قيمة الاكس، لانه كل هذا وكأنه مش موجود. فبالتالي زي كأنه بتقول له اكس، وهنا في الشيل انه بطبع لك قيمة الاكس. اخر قيمة كانت عندنا اي بي سي. تمام لغاية الان؟ طيب، طيب هذا بالنسبة للشروط اللي البي شارب حيمسكك فيها وحيقول لك انه هذا لا غلط وهذا صح. تمام؟ لكن في شغلة مهمة كتير، انه انت لازم تختار اسماء المتغيرات بحيث انه انت تكون قابلة لانه انت تتذكرها. هذه شغلة كتير مهمة في البرمجة، لأن المبرمجين من إيش بيعانوا؟ بيعانوا من مشكلة في الذاكرة، من كثر الأشياء اللي بتكون متداخلة معاه في نفس الوقت، خلاص صعب إنه يتذكر. فأنت تخيل حالك إنه أنت كتبت برنامج، تمام، ورحت قلت لي إنه الإكس بتساوي كذا والواي بتساوي كذا، تمام، هاي بدي أعمل لك إياها زي هيك. أيوة، الـ X بتساوي والـ Y بتساوي 5 أو 4. صحيح. أنا ممكن أقول لك هلقيت أنا عارف إنه X بتساوي من 100 معناها السرعة القصوى للسيارة، و Y بتساوي 4 يعني عدد السيلندرز اللي موجودة في السيارة، عدد الاسطوانات. تمام؟ هلقيت أنا متذكر. بس بعد هيك بديش أقول لك بدي تعدي سنة، بس يعدي أكم من أسبوع تلاقي حالك نسيت كل حاجة. فبالتالي الأسلوب الأفضل في التسمية إنه أنت إيش تسمي؟ هذا بدك تلغيه زي هيك، تمام؟ وتحكي ماكس. إحنا حكينا السرعة القصوى للسيارة، ماكس كار سبيد تساوي 100، أقصى سرعة للسيارة 100. كيف يعني نعلقها؟ يعني
ماشي، بس انت انت بتتعامل مع كود مش سطرين وثلاثة، حتنزل تحت حتلاقي عندك 100 سطر، فبدك تطلع للكومنت فوق عشان تقرأ تتذكر، بعدها تنزل المكان اللي انت كنت فيه أحسن، ولا تستخدم هذا المتغير اللي فعليا انت مش حتتعب في كتابته. اول ما بتعرفه خلاص بدك تيجي تطبعه، هاي برينت ماكس، بس حطيت ام هاي وجاب لي اياه. فهذا الاسلوب هو الافضل. والمتغير الثاني عدد الاسطوانات، فبالتالي هنا نمبر، هذه ممكن استخدم اختصارات زي هيك، نم يعني معروفه انه اختصار لنمبر، سيلندر، أربعة، نم أندرسكور سيلندر 4، معروف إنه عدد الاسطوانات في السيارة بتساوي 4 زي هيك، فبالتالي هذا أسلوب أفضل ما إنه أنت تستخدم إكس وواي. فبالتالي هنا لما نستخدم برامج بعد هيك بدي إياك تتعود إنه فيش حاجة إنه لا ما أنا مش مهم هالجيت، المهم إنه نعرف برمج وبعد هيك بصير أنتبه للأسماء. فيش اللي بيبدا في شيء خلص بضلوا عليه. اذا تعودت من البدايه انه تعمل الاشياء هذه بشكل صحيح خلص بتضلك انه تكتب بنفس هذا الخط. فعشان هيك احنا ايش ممكن نسوي؟ هذا الكلام خلينا نحطه في شابتر 2 هنا. شوف لي نص السؤال، اكتب عندك، اكتب برنامج لإدخال رقمين وطباعة المجموع. هذه حطيتها ككومنت، هي حطيت تريبل كوتس، تريبل كوتس، فبالتالي هي نص السؤال. هذه تريبل كوت، هي واحد تريبل ثلاثة. عشان أعمل مالتي لاين كومنت، كومنت يعني هاي this is comment تعملك لسطر واحد، انزل لا هذه مش كومنت صارت، يعني لما تيجي تكتب كود عادي فبدك انه يكون الكومنت تبعتك اكثر من سطر، فايش بتسوي؟ تروح تعمل هاي واحد كود اثنين ثلاثة، راح كمل لك اياهم زي هيك وبتكتب. فهنا بتحكي انه this is comment، هاي السطر الأول، وهنا بتحكي إنه هذا عبارة عن تعليق، فبالتالي بتقدر تكتب إنه أكثر من سطر زي هيك بدون ما أنت تعمل. هجيت أنت أكثر من سطر إنه حكينا إنه أنت ممكن تعلمهم كلهم زي هيك وتعمل زي هيك، فبالتالي بدك تحط سلم 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 بال كل جملة، تمام؟ فهذا أسلوب تاني إنه أنت تعمله زي هيك. فهي نص السؤال. نعم، مين اللي بيسأل؟ هيو انت عندك الكود، هذا زر الكود انت عندك في الكيبورد، هذا الزر جنب الانتر حتلاقي بتفتعمل هاي، تضغط عليه مرة تنتين ثلاثة، مرة تنتين ثلاثة جنب الانتر، تمام؟ فبالتالي هاي النص بالعربي، ثواني بس يا أستاذ، هاي النص بالإنجليزي، هاي زي نمط مسائل الامتحان. Write a program to enter two numbers and print the sum، يطبع المجموع. هاي يا أستاذ، لا ثواني، إيش يا أستاذ؟ كيف؟
أنا بركز يا أستاذ في الموضوع هذا مش على السؤال نفسه، بركز على الاستخدام المتغيرات، إنه أنت تختار المتغيرات بشكل صحيح. تمام؟ فهجيت مطلوب مني أدخل رقمين، كيف بعمل إدخال؟ هذا الكلام مش صحيح. بالضبط، نم واحد بتساوي، كيف بدخل من الكيبورد؟ هذه جديدة عليك، فبالتالي هذه دالة الانبوت ايش بتروح بتسوي؟ بدل ما انت تقول انه نمبر بتساوي 10 وتضلك كل مرة انه انت تعدلها في الكود وترجع تعمل رن، لا خلاص بدي اخلي المستخدم يدخلها من الكيبورد، فبستخدم دالة الانبوت. دالة الانبوت هذا البين كوتيشن هي عبارة عن الرسالة اللي حتطلع للمستخدم عشان يعرف ايش المطلوب. تمام؟ هاجيت هذه الدالة ايش بترجع؟ string، احنا بدنا نحوله لرقم، فبالتالي بروح ايش بسوي؟ واضحة؟ لا بدل الاكس بتساوي 10، احنا اتفقنا الاكس بدناش نستخدمه خلاص، ليش؟ لانه اسم ينتسى، فبالتالي نم واحد خلاص معروف انه هاي الرقم الاول. الرقم الثاني كيف بدنا ناخده؟ نفس الاسلوب، هنا 2 هنا انت، هذا الانبوت بتدخل لك او بترجع لك النص المدخل كنص، المدخلات من الكيبورد ترجعها كنص، انا بدي اياها كارقام. نعم، فبحولها لانت لانتجر. تمام؟ وين؟ اه ضروريه لايش؟ ماشي اوكي، يعني طيب هاي هذا 10 وهذا 10، او نعرف متغير التوتال هيك انت بتستخدم اسماء، هيك انت بتستخدم اسماء قادر انه انت تتذكرها. عارف التوتال هو عبارة عن المجموع، وعارف نم واحد ونم اثنين. تمام؟ فبالتالي لما تشغل، وممكن انه انت تيجي تقول له زي هيك انه print نم واحد هذا عبارة عن نص حيطلع على الشاشة. وهذا الكلام ممكن نكرره. وهنا هجيت تلاحظ انه قبل طلع لك اوتبوت 22 على الشاشة، مش كتير واضح. فليش بدي اسوي؟ بدي اخليه اكثر وضوحا. انه انا بقول له هاي قيمة العدد الاول، فهذه عبارة عن النص اللي حيطلع على الشاشة، وهذا قيمة، وهذا نص، وهذا قيمة. هنا عملية الجمع، وهنا نص وقيمة. شوف كيف؟ هاي الرقم الاول 10، الرقم الثاني 12،
المجموع 22 هيك اوضح. كيف هاي حطه بكوتيشن، او ممكن هاي اغير لك the sum is زي هيك، وهنا ممكن اغير لك هذه عبارة عن رسالة ممكن اغير لك اياها. يبقى هنا الفيرست نمبر وهنا سكند نمبر، هذا عبارة عن نص بيطلع على الشاشة، ملوش علاقة بالمتغير. متغير حكينا انه خلص هاي الشروط تبعه انه نم واحد نم اثنين، هيك شغل هيك ريدابل اكتر صح؟ طيب حكيت بدنا نغير هدول القيم، ايش بدي اضطر اسوي؟ هذه بدي اخليها 22، بدي ارجع اشغل ثاني. فعشان هيك انا كل بدي ادخلكم اياها من الكيبورد، خلينا هيك احسن. بدك تخلي المستخدم طلع شويه هيك، مفهوم؟ هيك مفهوم يا شباب؟ اخر شيء اخر شيء هذا انت عندك في البرنت هنا، يعني انت تشوف هنا عندي x بتساوي 10، y بتساوي 12، z بتساوي 22. ممكن اقول له print x print y، ممكن بدي اطبعهم في سطر واحد، ايش بعمل؟ print x y زي هيك، فبالتالي بطبعهم في سطر واحد. طيب ما دام انه البرنت بتقدر تقبل اكثر من، يعني انه انا امر لها اكثر من حاجه، ليش ما انا اعمل مثلا انه برنت واحط انه المتغير الاول او يعني القيمه الاولى هي عباره عن كونستانت، انه the value of x وسكر الكوت كوما واقول x. يبقى هذا عباره عن نص وهذا عباره عن قيمه متغير، فبالتالي حيطلع على الشاشة زي هيك the value of x 10. هيك بتكون مقروءة يعني أكثر إنه يفهمها المستخدم زي هيك، وهذا اللي أنا سويته هنا. the first number هذا نص حيطلع هيو هنا مع النقطتين، وهذه ال value تبعت المتغير، وهنا نفس الشيء، وهنا the sum is هي عبارة عن النص هذا وهي القيمة تبعت التوتال. وتحط حاليا لما طلعت صحيح، بس عشان انه عشان انا على الشل، بس هذا الكلام لو حطيته هنا وهنا حطيت انه الاكس بتساوي 10 بالك اياها بدون اقواس، تمام؟ نعم، هو متغير بنخزن فيه الناتج. هيك انت بتطبع الناتج مباشره بدون ما تحفظه في مكان عندك في الذاكره، برضه بزبط. تمام؟ في أي سؤال؟ خلاص خلينا نتوقف هنا والمحاضرة الجاية بنكمل إن شاء الله.